السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي في الله في فيديو جديد على قناة كيتوات جواد. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نحضر معكم كسكس للكيتو دايت. للأسف الشديد غادي يكون عندنا فقط صور وغادي نشرح لكم طريقة التحضير، ما عندناش الفيديو فقط بالصور. كيف تشاهدوا معنا؟ خليكم مع الانترو. بسم الله على بركة الله. غادي ناخذ القرنوبيت ديالنا وغادي نغسلوه مزيان بعد ما كنا قطعناه الى قطع صغيره، وغادي نغسلوه مزيان وغادي نشفوه. هذه اول حاجه. المرحله الثانيه هو غادي نطحنوه تيولي لنا على شكل كسكسو. المرحله الثالثه غادي نفورو كيف ما كنفورو الكسكس. الماء اللي غيكون تيتفور فيه غادي نضيفو ليه شويه ديال الليم، وهو غنكونوا ضفنا ليه شويه ديال الكمون باش نحيدوا منه داك واحد المذاق كاين في الشيفلور. بالنسبه للمريقه ديال الكسكسو ولا البلول ديال الكسكسو فلكم الخيار، ديروا اللي بغيتوا، حضروه بحال الكسكسو تماما. الاهم هو داك الكسكس البديل ديالو، وهو كيف ما شرحنا لكم في البدايه. وكيف ما تشاهدوا معنا هذه المرحلة النهائية بالصحة والسلامة والعافية. كنتمنى لكم تجربوه، خصوصا عشاق الكسكس المغربي، بصحتكم وراحتكم. كيجي لذيذ، مذاق بوحدو، بصحتكم وراحتكم. كنتمنى الناس اللي ما دايرينش ابوني زر ديال خبطو ابوني. الناس اللي تفرجوا في الفيديو عجبهم يخليوا لايك، لي كومونتير ديالكم هاكا تشجعونا. وشكر كبير الاخت اسماء على الصور ديال الكسكس. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. تهلاو فريتكم. السلام عليكم.